بايع خضار جاه زبون وقال كم كيلو البرتقال؟ قال كيلو البرتقال ب6 ريال، والتفاح قال ب7 ريال، والموز قال ب8. ومع ذا في الحوار معه إلا مرة داخلت عليه مع الباب قالت كيف الخضار اليوم؟ قال بشرت إنها ممتازة ورخيصة. قالت كم البرتقال؟ قال ب4 ريال. قالت والموز؟ قال ب3 ريال، والتفاح ب4 أيضا. انصدم الرجال، يبيعني بسعر ويبيعها بسعر. اي والله. قال ولد، كسر له عينه كذا بدون انها تشوف. تكفى خلنا نخلص المرأة وبرجع لك. نعم. قام الرجال وباع المرأة ذي وذهبت. قال هذه مرأة أم أيتام، عندها 4 أيتام. رهيبة. وكل ما جاتني تبغى تشتري عيت عفت، تقول ما أبغى إلا من حق. يا بنت الحلال، قالت مرة، فاستطعت بهذه الحيلة أن أحتال عليها بكسر الأسعار. يا سلام. فوالله ما كذبت عليك يا الأخ العزيز. بيض الله وجهه ما شاء الله. ولكن هذا الموضوع، ولعلمك ما تجيني إلا يوم في الأسبوع مع الكسر ذا، ما تجيني إلا يوم في الأسبوع تشتري لأبنائها. قال جزاك الله خير، وحب فوق راس البائع ذا، وقال قال لا أزيدك من الشعر بيت، والله إن دخوليتي ذاك اليوم اللي تجري فيه إنها أضعاف مضاعفة. ما شاء الله، بركة. فهذا شوف كيف الحوار مع الرجل دار ومع هذه، وكيف عطاه لمحة بدون إنه يصادم، وكسب الناس وكسب الأمور. فأسأل الله أن يجعلنا من اللي يستعمل في الطاعة. آمين. آمين. في الحوار وفي غيره. آمين. الله يسعدك، يرفع قدرك، بيض وجهك.